هدول هن ديبو أروحي أروحي. أنا تشاكور. تشاكور أنت منيحة؟ إيه بس مرحبا، أنا جاي وأنا اسمي آديا. ونحن مثلكم ما منعرف كيف صرنا هون ومين جابنا. بس كيف كلنا موجودين هون مع بعض؟ اسمعوا، في كاميرا مراقبة. في حدا عم يراقبنا، وأكيد في شخص واحد جابنا كلنا على هذا المكان. بس مين ممكن يكون وليش؟ بالأول خلونا نعرف نفكر نطلع من هون، وبعدها كيف نلاقيه. إذا قدرنا نهرب فوقتها أكيد رح نعرف مين هذا الشخص التافه ونحاسبه ونفهم ليش جابنا لهون. انتو أكيد هلأ عم تتساءلوا عن السبب اللي خلاني جيبكم كلكم لهون وخليكم تجتمعوا بمكان واحد. لا تفكروا كتير بالموضوع، لأنه ما رح تقدروا تتخيلوا الشيء اللي رح يصير معكم بعد شوي. ولهيك اسمعوا نصيحتي، في تياب كتير مميزة وجبتها خصيصاً لكم وهي موجودة بالغرفة اللي جنبكم. روحوا فوراً لهنيك والبسوهم بدل تيابكم هدول، وبعدين ارجعوا مرة تانية واجتمعوا كلكم بهالغرفة. شو هالتياب؟ ليش واقفين وعم تفكروا؟ يلا روحوا بسرعة، اللعبة اللي حضرتها رح تبدأ بعد شوي. بعرف تارا انه هاي وحدة من خدعك، انتي اللي جبتينا لهون وحبستينا.
شو صار؟ ها؟ متوترة كتير وخايفة. تعي قعدي هون، قعدي. لا تعملي هيك مرة تانية. أهلا وسهلا. شو هالسخافة؟ أنت السبب اللي عم يصير؟ ليش عم تعملي هيك؟ يا دي برتاح شوي، مو أنا اللي عملت كل هالشغلات معكم. مثل ما في حدا جابكم كلكم على هذا المكان، أنا كمان في حدا جابني لهون مثلي مثلكم. بس أنا بعرف كتير منيح شو لازم أعمل هون، لأني الوحيدة اللي عم برقص، بس بعد شوي كلكم رح ترقصوا. شوف هذا، هذا الجهاز اللي شايفه من نوع خاص، هذا الجهاز مربوط على إيدي، وأنا متأكدة كمان إنه موجود مثله كمان على إيديكم. في منه على إيدي وأنا كمان، وعلى إيدي كمان، كلكم عندكم، بس أنا ما عندي. شو بيعني هالشي؟ للصراحة نحن كلنا أجينا لهون سوا، صح؟ بالأول لازم نفهمه بكل وضوح شو هدف هالجهاز اللي على إيدينا. شو هالمصيبة هي كمان؟ أنت اللي عم تعمل كل هالمشاكل اللي عم تصير هون؟ شو بدك منا؟ بصراحة يا أستاذ ديب، التمثيل هو شغلتي الأساسية. أنا أجيت لهون بس مشان جيب لكم السعادة معي. بيوم عيد الميلاد اللي عم نحتفل فيه هلأ، وبهي المناسبة المهمة بدي أخذ حزنكم وأقدم لكم السعادة. خلاص بلا هالحكي السخيف، مين أنت؟ شو هالمسخرة هي؟ خبرنا كيف رح نطلع من هون فوراً. بترجاك بدنا نرجع، أهالينا أكيد بيكونوا ناطريننا بالبيت وأبصر شو عم بيفكروا. لا تهم. ايه ماشي، ايه ماشي ماشي، أوكي. شكرا. شو مفكرين انتو؟ مفكريني اجيت لهون بإرادتي؟ هداك الشخص حابس لي كل عيلتي وما عم بقدر اعرف وينهم، واذا ما سمعت كلامه ونفسته ما بعرف شو رح يعمل. ومين هذا؟ اللي عن اي شخص انت عم تحكي؟ انا ما بعرفه، بس بصراحة كل اللي بعرفه انه اسمه سيد اكس. السيد إكس؟ هذا الاسم هو نفسه اللي كان مكتوب ورا الساعة. أنا عم بترجاكم ساعدوني، ساعدوني بترجاكم، ولا هذا رح يكون آخر يوم بالحياة لعائلتي، وهيك أنا رح أخسرهم. هو رح يقتلي أفراد عائلتي كلهم، رح يقتلهم ويحرمني منه. اسمعني، خلص نحن رح نساعدك لتقدر تطلع عائلتك ولتنقذهم من الموت، بس أنت لا تضلك متوتر هيك. لا تردي على حكيه، أكيد عم يمثل. شو منقدر نعمل لحتى نطلع من هالمكان؟ قلي شو بدك منا نعمل؟ ولا شي، ما بدي شي، هي شغلة واحدة لازم نعملها اليوم، وبدي منكم تعملوا مثل ما بقلكن وبس. يلا خلونا كلنا نبلش نلعب أول لعبة، واسم أول لعبة رح نلعبها هو كرسي الموسيقى. هذا اللي قدامكم هلا كرسي الموسيقى اللي رح نلعب عليه. وهلا قلي يا سامبا، كم شخص موجود هون ورح يلعب معنا؟ سردار، سردار، ثمانية. ثمان أشخاص، بس ما في عنا هون غير سبع كراسي، شو هالظلم هذا اللي عم بيصير هلا؟ معناها الشخص اللي رح يخسر بهاللعبة لازم يتعاقب عقوبة لأنه خسر، وعقوبته أنه ينفذ فوراً كل شيء اللي بيقوله بابا نويل. ديب، شو رأيك؟ نلعب هاللعبة اللي عم يطلبها منا ولا لا؟ للصراحة ما عم صدق أبداً حكي هذا الشخص، بس مع هيك خلونا حالياً نلعب ورح نشوف وبعدين نتصرف على هالأساس. وهلأ خلونا نبدأ بهاي اللعبة.
تساعدي. ما بدي. عادي، أنا وعدتك إنه ما رح خلي أي شيء يصير معك. رجاء عادي. أنت أعود. تعالوا. معناها ما حدا منكم أنتوا الاثنين بده يقعد على الكرسي. هذا الشيء بيعني إنه بدكم تنقذوا بعض بعد الخسارة، مو هيك؟ وهلا أنا لازم اتخذ القرار الأخير. هذا الزلمة واقف قدام الكرسي، هاد معناه إنه هو اللي فاز. أما هي البنت فهي واقفة ورا الكرسي، وهذا الشيء بيعني إنه هي اللي خسرت. ليش هيك؟ ما بدي فوز، خليها هي تقعد. مثل ما سمعتوا القوانين، الشخص اللي بيخسر هو اللي راح يتعاقب. ما بيهمني هالحكي، عاقبني أنا. أنت المطلوب منك هلا إنك تضرب هالبنت كف قوي كتير وخليها تدوخ وما تعود تشوف. وبدي الضوء اللي موجود بهداك الجهاز اللي محطوط هنيك ضوء لوحده من قوة الكف. يا بابا نويل، أنا رح أجي أضربك الكف إلك، عم تسمعني؟ سكوت أحسن إلك. معناها أنت ما بدك تضربها. عم إلك رح أضربك أنت. إذا أنت ما نفذت الأمر وما ضربت لهالبنت، معناها بهالحالة أنا لازم أضربها بدالك، لأنه بالنهاية نحن لازم ننفذ الأوامر ونعمل كل اللي بيطلبوا منا السيد إكس. بعد عنا أحسن لك. أنا عم قلك بعد عنا. آديا. هاي السكين مزيفة، شوفوا. طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل. انتو كلكم خفتوا؟ مو هيك؟ هاي سكين مزيفة، تركوهن. قولي لي انت منيحة، صار معك شي؟ انا منيحة جي. تعالي. انتو هلا اكيد مبسوطين بعد ما خلصنا من لعبتنا الاولى، صح؟ مبين على وجوهكم انكم مبسوطين كتير. شو هالمسخرة هي؟ نحن لازم نطلع من هون فورا. انتو بتقدروا تعملوا اللي بدكم اياه، بس يكون بيعلمكم ما رح تقدروا تطلعوا من هذا البيت بدون ما تاخذوا اذني، لانه بهذا البيت ما بيصير غير الشغلات اللي انا بدي اياها وكل شي بيصير بيعمل. هالشي بيعني انه لازم نلعب لعبة تانية. وشو رح يصير اذا ما لعبنا؟ بوقت السيد اكس رح يعصب، وبهالحالة انتو رح تصيروا المسؤولين عن اي شي مو منيح ممكن يصير معكم. ولهيك خلونا نبلش مع بعض بالمرحلة التانية من هاي اللعبة المسلية. بهالمرحلة هي رح نسألكم شوية أسئلة حلوة، وانتو لازم تجاوبوا على هالأسئلة وما تقولوا إلا الحقيقة، وما تفكروا تكذبوا علي. صدقوني ما في داعي تحاولوا، لأنه إذا بتحاولوا تكذبوا رح أكشفكم فورا وخسركم. وبالنسبة لاسم هاللعبة فهو لا تكذب علي يا حبيبي بولا كلمة، وإلا انت رح تموت قدامي. هاي مسحة عم بمزح، لا تخافوا، بس هلا نحن عم نمزح معكم، وطبعا انتو ما مفكرين انها مسحة. وهلا اول سؤال ضمن هاي اللعبة رح يكون لا لك. السؤال الاول هو بدي تخبرني شو هو اكتر شي بحياتك
بتخاف منه وبتحسب لحساب. بخاف أخسر حدا قريب مني. وانتي يا مدى، شو أكتر شي بتخافي منه بحياتك؟ أنا كمان بخاف أخسر حدا قريب مني، وماني فهمانة أبداً إذا الشخص اللي عم فكر فيه قريب مني ولا لا. يا حلوة، شو الشي اللي بتخافي منه؟ أنا بخاف من العتمة. وانتي شو الشي اللي بتخافي منه؟ خاف كتير أخسر بنتي. ليش عم تطلع فيي هيك؟ أنا ما بخاف ولا من أي شيء. أنا ضابط بالأمن وبعيش كل يوم كأنه آخر يوم. أنا رح أرجع أسألك نفس السؤال ولا آخر مرة، أنت ما بتخافي من أي شيء؟ جوابي هو نفسه، ما بخاف من شيء. عم يمثل مرة تانية، سكين مزيفة. لا، عن جد ضربة بالسكين والدم عم يطلع. وبسانة، شكلها ماتت عن جد. شفتوا؟ قلت لكم ما تكذبوا علي، صح؟ قلت لكم من قبل انها كذابة. شفتوا؟ حاولت تكذب ولهيك قتلتها. انت انسان مو طبيعي. قتلتها وعم تضحك؟ خلص بكفي هالقد، تركنا بحالنا انت والسيد اكس تبعك. رح ننهي كل اللي عم يصير لانه هالشي مو مقبول. فهمت كل شيء. صوتك هو نفس صوت المكبر، يعني انت نفسك السيد اكس. معك حق بهذا الحكي، هو اللي خطط لهي اللعبه كلياتها، ما رح خليك عايش. شباك مفتوح. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.